مستمعينا ومستمعاتنا على أتي راديو أصوات، دائما في برنامجكم اللي كل أسرة وحصة يوم الخميس. كيف كل يوم خميس هي رفقة الدكتور عماد ميزاب، الدكتور الصيدلة والمختص في تداوي بالأعشاب. اليوم اخترينا نتكلموا على العناية بالبشرة من بعد فترة الصيف، وكنعرفوا أن في خلال يعني الصيف البشرة كتكون معرضة لكثير للشمس، وكنولي حتى العناية بها كتكون قليلة. فاليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا مع الدكتور عماد على بعض النصائح للعناية بالبشرة، وأيضا وصفات طبيعية للعناية بها في إطار المحدود ربما والمعقول اللي ممكن أننا نقيس به البشرة ديالنا. ما غاديش نقدروا ربما البشرة مازال متأثرة دكتور عماد بأشعة الشمس، مازال متأثرة كتير لأننا خلال هذه الفترة ما كنقدروش نعملوا ليسوان لها أو بعض الكريمات. فاليوم الكثير من السيدات باغا تبيض وباغا البشرة تنقى، ولكن واش هذا وقت مناسب أننا نبدأ العناية بها خلال هذه الفترة؟ فهاد الوقت هذا هو كنعرفوه كتسمى المرحله الانتقاليه دابا، لان داك كنقولوا حنا الجسر غير هو مباشره بعد فصل الصيف او درجه الحراره المرتفعه. خصنا نعرفوا بان البشره ديالنا عندها واحد ما يسمى بالبي اش. البي اش اللي هو واحد المقياس او واحد المعيار اللي كنحسبوا به درجه الحموضه او القاعديه ديال البشره ديالنا. فلما كيكون درجه الحراره مرتفعه هاد البي اش كيولي كيختلف، ومني كيختلف كيعطينا واحد الأضرار اللي ما كنشوفوهاش على البشرة ديالنا. يعني البشرة كتولي كتمزق، أو البشرة ما كتبقاش عندها داك السمك ديالها، أو البشرة كتولي رهيفة بزاف. فهادشي كامل أشياء اللي كتخلينا أننا مباشرة من بعد فصل الصيف ولا دابا في هاد الفترة هادي راه باقا درجة الحرارة هاد المرحلة الانتقالية، البشرة ديالنا كيخصنا نعمروها باش أو نعطيوها الفيتامينات باش نقويو ونرجعو داكشي اللي تفقد، ووصفات اللي كتعطينا الماء، يعني وصفات مرطبه اللي كتخلي ان الماء يرجع لنا لهذوك الخلايا ويعمروا باش كيولي عندنا داك المرونه، وكيولي عندنا داك ليفيكاوات، شو داك التاثير المطاطي يعني اللي كيولي عندنا في البشره ديالنا اللي كيمكن له يعطيها واحد الحمايه، خاصه ان احنا داخلين على ان شاء الله فصول اخرى اللي كتاثر من البشره، اللي هو البرد، اللي هو الخريف في الاول البرد، ومن بعد كيجي فصل الرابع اللي كتكون الحساسيه. ولكن في هذه الفتره خصنا نخدموا البشره ديالنا باش نحافظوا عليها في هذه الاشهر اللي جايه ان شاء الله. كيفاش غنخدموا البشره ديالنا؟ احنا دابا البشره متضرره، تبحر الانسان، تشمش، كنعرفوا الاشعه الشمس كتكون حاره خلال هذه الفتره، وحنا باقي كنعيشوا يعني الحراره. كيفاش غنحافظوا عليها؟ كيفاش يعني الكثير من السيدات تقول لك انا اللي كنعمل ليكرون ديالي او الواقيت الشمس هو الحاجه الوحيده اللي ممكن نستعمل خلال هذه الفتره. شنو طبيعيا المقترحات النصائح اللي تقدر تقدم؟ فاول حاجه بعدا خصنا نديروا بعض السيرومات للبشره ديالنا اللي غنديروهم في الليل، والسيرومات اللي خصنا نرجعوا فيهم كما كنقولوا نستعملوا فيهم مضادات الاكسده، بحال دابا عندنا الزيت ديال الافوكا مهمه جدا ان نديروها كسيروم للوجه ديالنا كل ليله، كناخذوا شويه منها وكندهنوها على البشره ديالنا. كاينه زيت النافع حتى هي من الزيوت اللي مزيانه اللي فيها ماده لانيتول. كاين مساله اخرى اننا نديروا ماسكات طبيعيه وسهله وبسيطه، اننا مثلا نحكوا القرعه الخضراء نحكوها شويه ناخذوا معلقه صغيره ديالها، ونحكوا شويه ديال التفاح حتى هو ناخذوا معلقه صغيره ديالو. هذا الخليط هذا نخلطوه بواحد المعلقه كبيره ديال الياغورت الطبيعي ونديروه كماسك على البشره ديالنا. القرعه الخضراء والتفاح محكوك، نعم، معلقه كبيره من الياغورت، لان القرعه الخضراء غنيه بالاملاح المعدنيه والمركزات ديال السيلينيوم، والتفاح فيه لاسيد دو بوم، هادو جوج ديال المواد اللي كيعطيونا الترميم ديال البشره. والتفاح او مكونات التفاح كتستعمل بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم الحساسيه مفرطه، لا غوزاستي مثلا، وحنا كنعرفوا ان لا غوزاستي هي بشره جد حساسه. فلما كنديروا هذه الوصفه هذه كنعطيو واحد الترطيب للبشره ديالنا. يمكننا نستعملوا صفر بيضه حتى هو ندهنوا على البشره ديالنا مباشره ونخليوه 10 دقائق ونغسلوه. وكاين يعني وصفات اخرى اللي يمكننا نستعملوها اللي غادي نشوفها. هاد الوصفات اللي تكلمت على اصفر بيضه بالنسبه للقرعه مع التفاح، الزيوت الطبيعيه، هذه وصفات كتهدي البشره، كتعتني بها، كتغذيها، كترمم البشره ديالنا. اللي حنا لان قلنا البشره بدرجه الحراره اللي كتكون مرتفعه، الاستعمال يعني الانسان كان في الملوحه ولا كان في 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 في, في الكلور يعني في المسبح، او اللي كان في المنزل كنعرفوا حتى درجه الحراره في المنزل حتى هي ملي كتكون كتاثر على البشره. فهاد الوصفات كلها وصفات اللي كترجع لينا الحيويه، يعني كنا حنا كترجع لينا السمك ديال البشره اللي كان تضرر، وكترمم يعني بحال كتخيط لينا دوك الندبات اللي كتكون عندنا في البشره ديالنا، كتخيط وكترمم وكترجع للحاله الطبيعيه ديالها. بالنسبه للزيوت تكلمتي على زيت الافوكا وزيت زيت النافع، النافع زيت البابونج حتى هي من الزيوت. فكاين باقه من الزيوت اللي يمكننا نعطيهم، نقدروا
نقدروا نعملوا حتى الوليدات الصغار هاد الزيوت نديروه لهم في الليل او لا؟ ماشي مشكل، ماشي مشكل ان الناس تعملوا الوليدات الصغار. وكاين واحد الزيت جميل، زيت ديال الكاليندولا يعني او السوسي او ما يسمى بالجمره، فحتى هو موجود، حتى هو كيتستعمل زيت الكالي كاليندولا. كاليندولا ولا الجمره باللغه العربيه، ولا السوسي اون فرونسي يعني الاسم ديالو بالنسبه للناس اللي كيستمعوا لينا خارج ارض الوطن. فهاد الزيت حتى هو مهم جدا، كيصلح كمرمم للبشره وكيعاونها وكيرطبها وكيخلي الخلايا ديال الكولاجين تجدد. وهادو كلهم زوج كيمكننا نستعملهم. حنا دابا كنعيشوا في فتره الدخول المدرسي ان شاء الله الاسبوع المقبل، يعني الامهات الوليدات الصغار سالينا العطله كنحاولوا الحمامات مسدودين، ما كاينش فين غادي تمشي. ربما كنعرفوا ان المراه المغربيه كتدي الوليدات من مورا العطله كتفركهم في الحمام بالخلطات الطبيعيه. شنو نصيحتك ايضا لبشره وليداتنا حتى هما يعني باش ربما ما كنتكلموش على انهم غادي يردوا اللون ديالهم، ولكن غير ربما كنعرفوا ان الوليدات هما الناس اللي كيبقاو متعرضين للشمس بكثره. نعم. حتى دوك الواقيه الشمس ما كيستعملوهاش بكثره لانهم باغيين غير يسبحوا. شنو ربما النصائح اللي تقدمها للامهات بالنسبه للاطفال؟ نعم، فنقدروا نديروا واحد الوصفه اللي يمكن لها ديرها لهم في الحمام. اذا هنا غناخذوا معلقه صغيره ديال السلميه يعني في الدوش، غنديرها لهم في الدوش. نعم، السلميه مطحونه. نص معلقه صغيره ديال الخزامه، وغادي ناخذوا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون. ولكن هنا هذا الخليط هذا كنخلطوه بخمسه ديال المعالق كبار ديال الصابون البلدي. اسمح لي انا معاك، معلقه صغيرة ديال السلميه مطحونه، نص معلقه ديال صغيره ديال الخزامه، ومعلقه نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون. خرقوم غادي نديروهم مع خمسه ديال المعالق كبار ديال الصابون البلدي كبار هادو. نعم، اذا نخلطوا هذا الخليط هذا. نقدروا نديروا ولا نديروا السلميه اللي السلميه والخزامه والخرقوم بلدي مطحون، نزيدوا عليهم واحد نص كاس صغير ديال الماء المغلى، نخليه 10 دقائق باش يتلقى المكونات، عاد كنزيدوا عليهم دوك خمسه المعالق كبار ديال الصابون البلدي. وهكا كتكون عندنا واحد الخلطه اللي كندهنوا على الجسم ديال الطفل كامل، يعني من العنق ديالو لتحت. كنخليوها خمسه ديال الدقائق فقط، ومن بعد كنغسلوها. كان الحمام سخون يمكننا نحكو بالطريقه التقليديه ديالنا، ما كانش فكيمكننا نديرو غير نستعملو غير اليد ديالنا بحال واحد الماساج باش كنستعملو هاد المساله هادي، وكنغسلو ليهم وكنديروها جوج المرات في الاسبوع هاد الوصفه هادي، وان شاء الله كتعطي نتيجه. هادي الداس ديال الطفل ديالنا كامل باش كتعاونو باش كتوحد ليه اللون. وهادي كدير حتى واحد التقشير طبيعي، يعني كتحيد دوك الفضاء، دوك الشوائب، داك اللحم اللي كتكون ميته كتحيد، وكتولي كتعطينا واحد النظره للحم ديال الوليدات. انا نعاود مع المستمعات الكريمات، معلقه صغيره من السلميه مطحونه مع معلقه صغيره من الخزامه، نص معلقه صغيره ديال نص معلقه صغيره ديال الخزامه مع نص معلقه صغيره من الخرقوم البلدي مع نص كاس ديال الماء مغلي. كنخلطوا هادشي وكنخليوه واحد خمسة دقائق يطلق لينا. نعم. عاد كنضيفوا لهم خمسه المعالق كبار ديال الصابون البلدي. نعم، كندهنوا الوليدات ديالنا وربما حتى حنا هادي فال كبار والصغار دهنوا بها بقى واحد خمسه دقائق، ثم نستعملوا الكيس ديالنا ديال الحمام، او ربما فقط غير باليد يعني باليد نحاولوا نمسحوا لهم ان غوماج باليد، فهي غتعاون. لان السلميه فيها البغنيول من المواد اللي كتوحد لينا اللون ديال البشره، كتوازن الميلانين. والخزامه فيها لينانول حتى هو فيه نفس العمليه، وكتكون مضاده للفطريات والطفيليات، لان حتى ذاك التلوين ديال البشره كيقدر يكون نتيجه ديال البكتيريا والطفيليات. والخرقوم بلدي لا كيركوميل اللي دائما كنهضر عليها، اللي هي ماده موحده اللون من الدرجه الاولى. غادي نمشيو عند نعيمه، نتواصلوا معها من مدينه الدار البيضاء. السلام عليكم نعيمه. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك على اصوات نعيمه. دايره مع صحابي خير؟ الله يبارك فيك. دكتور خويا عناد لاباس عليك؟ الحمد لله. ملي كنسمع صوتكم خويا الله يخليك، عندي واحد جوج سؤالات الله يخليك. مرحبا، تفضل. الاول عندي القرط اخويا، ما كنمشيش للطواليت حاشاك بزاف. ايوه. كنمشي على خمس ايام على سيمانه. مشيت للطبيب خرج لي واحد القويلبات وواحد الفانيد، كنديرهم كنكون مزيان شي شويه، كنحيدهم كنرجع كيف ما كنت. واخا قولي لي التغذيه ديالك كيفاش دايره؟ كيفاش؟ وكناكل مزيان، كناكل كل شيء. وشحال هو عندك هذا المشكل هذا؟ وخويا راه بزاف هذه، باش عندي هادشي بزاف. شحال تقريبا؟ وما نقدرش نقول لك يعني بزاف، ما هو عام راه اكثر من 3 سنين و4 سنين. نعم نعم. واخا مشيت للطبيب شحال من خطره كيخرج لي قويل، بس داك الفانيد نفس داك الشيء ما كيدير لي والو. ومن غير هادشي شنو ما كتعانيش من شي مرض اخر؟
ما عندي حتى شي حاجه، عندي عهاده وعندي داك الكربه ديال حشك فاتني حق الشهر، كتجيني واحد الكربه، ما عندي سكر، ما عندي ملح، ما عندي الحمد لله حتى شي حاجه. واخا اذا بالنسبه للمشكل ديال القبض فغادي غادي تاخذي واحد الباربه. انا غنختمك في الراديو. واخا واخا مرحبا مرحبا ناخذ. شكرا نعيمه، شكرا لك، شكرا لك، تحيه كبيره لك. الله يعاونك بسلامه. غادي ناخذ سؤال اخر وعاد نقدروا نجاوبوا عليهم دكتور عماد باش ما نخليوش المستمعين هاد الكلمات كينتظروا بزاف. نعم. خديجه من صويره، السلام عليكم. وعليكم السلام، لاباس عليكم لاباس. الله يبارك فيك خديجه، مرحبا بك على اصوات. الله يبارك فيك. كي دايرك يا خويا عيبان؟ بخير الحمد لله. كنسمع صوتكم اختي، الله يبارك فيك. عافاك. بغيت نسولك على واحد الصفه عطيتيها ليا، بغيتك تشرحها ليا مزيان ما فهمتهاش. يلا واخا. ديال البقع البيضاء ديال الفطريات. ايوا واخا. البقع البيضاء شنو عطات فيها؟ خمسه معالق ديال الزبده الكاريتي، ومعلقه ديال الزعتر، معلقه ديال البابونج، ومعلقه ديال الخزامه. واش الزيوت ولا؟ لا الزيوت. الزيوت قلنا معلقه صغيره، هي ما سمعتيش، قلنا معلقه صغيره ديال زيت الخزامه، ومعلقه صغيره ديال زيت البابونج، ومعلقه صغيره زيت الزعتر، وخمسه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، باش نديروا واحد الكريمه طبيعيه. غتحطيهم فوق الفوق تحطيهم في حمام مريم حتى يذوب هذا الخليط ويتخلط مزيان، ياك؟ حيت زبده الكاريتي خصها السخونيه باش تذوب، لان دايره بحال الزبده. اذا ملي كتسخن كتولي بحال الماء بحال الزيت، وكتزيدي عليها معلقه صغيره ديال زيت الزعتر وزيت البابونج وزيت الخزامه، وكتخلطيهم تخليهم يبردوا، وهنا كتعطيك واحد الكريمه. ديك الكريمه هي اللي كتولي كتستعمليها بحال كريمه مضاده للفطريات. كندير بها كل ليله؟ دهني بها كل ليله، فهذيك الكريمه مضاده للفطريات استعمليها كل ليله في البلاصه اللي عندك فيها هذه المشكله ديال الفطريات. واخا شكرا. عندي واحد السؤال اخر الله يحفظك. واخا مرحبا. راجلي خوالي الشعر ديالهم القدام بزاف. اييه. واش زيت حبه السوداء مزيان ليه؟ فيدهن بها كسيروم كل ليله، وغادي تعاونوا ان شاء الله في التوقيف. الا ما كانش عنده، الا ما كانش وراثي، يعني كان غير تساقط عادي ديال الشعر ديالو. لا ماشي وراثي، الوالدين لا ماشي وراثي. ايوا ان شاء الله يكون خير. شكرا بزاف الدكتور عيمة. الله يبارك فيك خديجه، شكرا. تحيه لك ولكل مستمعينا في مدينه الصويره، تحيه كبيره لكم وشكرا لوفائكم للراديو اصوات. غادي نرجعوا لعند نعيمه اللي تكلمت على القبض. دكتور عيمة تفضل. نعم. فبالنسبه للقبض كاين واحد جوج ديال المكونات الطبيعيه اللي هو الباربه والجزر. الباربه فيها لابيتاين، هي من المواد اللي كتعاون يعني كتسهل لنا في عمليه التخلص من الفضلات عن طريق الجهاز الهضمي ديالنا. وكاين الجزر اللي فيه البيتا كاروتين وفيه كذلك بعض الاملاح اللي كتعاون. فكيفاش غنستافدوا منهم؟ غادي ناخذوا واحد الباربه متوسطه خضراء، كنغسلوها مزيان بقشورها، كنحكوها في الحكاكه، كنحكو عليها واحد الجزره واحد خيزوها، كنحكوها حتى هي كتحك مزيان، وكنعصروا بواحد الزيف اللي كيكون نقي، واحد الزيف ديال حياتي ولا واحد الفاصمه الطايبه اللي كتكون في الصيدليه، كنعصروا هاد 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 الخليط هذا اللي حكيناه ديال الباربه والخيزو، حتى كيعطينا الماء، كيعطينا تقريبا واحد نص كاس صغير ديال الماء، فهذا كنشربوه على الريق، ذاك الماء كنشربوه على الريق، كنداوموا عليه يوميا، فكيعاون في تهيج الجهاز الهضمي باش كيتخلص من الفضلات، ومع الوقت كتولي الجهاز الهضمي كيحيد هذا المشكل هذا ديال القبض. المرأة الحامل اللي تاهي كتعاني من هذا المشكل ديال القبض في الشهر السادس السابع ديالها. نعم. فيمكن تشرب هذا فهو امن، ما فيه حتى شي مضره على الصحه ديالها. نعم. عندنا اسئله اخرى للمستمعات الكريمات عبر صفحه الفيسبوك البرنامج. لبنى كتسولك دكتور عماد على شرب الزنجبيل بودرة مع القرفه والماء الساخن خلال فتره ديال الدوره الشهريه، اي الالم ديال الدوره الشهريه. الله اكبر. فجوج ديال المواد اللي كيسرعوا الدوره الدمويه، جوج ديال المواد اللي كيمكن يعطيونا النزيف، فهذه واحد المساله مغلوطه جدا. احنا ما كنحافيهمش، لان الانسان احنا الدور ديالنا باش نوعيو باش باش باش, باش نشرحوا لهم. فبزاف ديال الاخوات كتقول لك خصني نشرب شي حاجه سخونه باش يولي داك السيلان بالزربه، وباش يمكن لي نتخلص من هذاك الطمط اللي كيكون. الالم كتكون كثيره. لا كنفهمك اختي هاجر، ولكن هنا في هذه الحاله كاين بزاف ديال الانواع ديال 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 ديال, ديال الحيض. كاين بعض الحيض اللي كيكون مسحوب بنزيف وحنا ما كنعرفوش، فلما الا شربنا القرفه فكتزيد تسرع لينا النزيف، لان حضرت انا الحالات ناس داروا القرفه ومشاو الكوما. علاش؟ لانها كتزيد كتسرع من الوتيره ديال الدم، والسكنجبير حتى هو كيسرع من الوتيره ديال الدم. فاحسن حاجه اننا نستعملوا امور اللي كتكون خفيفه في الوقيته ديال 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 الدوره الشهريه. ندير واحد المعلقه صغيره ديال البابونج، نديروا فيها كاس صغير ديال الماء مغلي ونشربوه.
نديروا شويه ديال المرد الدوش مزيانه حتى هي مهدئه وكتعاون وما كتعطيناش مشكل ديال الوجع، وكاين كتنقص لينا من ديك لي بروستاغلوندين اللي هما كيعطيونا هذا المشكل هذا. اذا حتى هي نديروا معلقه صغيره ديال المرد الدوش في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق ونشربوه. ولا الوصفه اللي كنستعملوا دائما اللي فيها خمسه ديال الورقات ديال السلميه اللي كيكونوا متوسطين كنديرهم في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق، كنشربوهم خمس ايام قبل الدوره الشهريه. بعض الاخوات غتقول لك اودي انا عندي الدوره الشهريه مخربقه كيفاش غنعرف؟ لا، غتحسبي على الدوره الشهريه العاديه اللي كانت كتجيك اول مره، دونك خمس ايام قبل هذه المده هذه، ومنين تجي الدوره الشهريه كنحبسوا ما كنستعملوش هذه الوصفه هذه. حتى هي كتعمل الورقات مع ماء مغلي كتشرب. نعم. لان كتنقص لنا من الحده وغتنقص لنا من الافرازات ديال البروستاغلوندين اللي هي كتعطينا هذه الاوجاع المفرطه في الدات ديالنا. اللي كيشربوا اللويزه خلال هذه الفتره ديال اللويزه ماشي مشكل، غير هو الا كان الانسان عنده بتي طونسيون، يعني الطونسيون كيطيح، فما كنصحش بها لانها كتقدر تعطي الاغماء. كاين اللي كيعمل حتى الخزامه. الخزامه فالخزامه سخونه بزاف، الخزامه انا ضد الخزامه انها تستعمل، لان مباشره كنشربوا الخزامه كتطلع كيولي واحد التسريع في الدوره الدمويه، وهنا يمكن ياثر على الصحه ديال الناس. رايك اللي كيوضعوا الحاجه السخونه فوق البطن ديالهم خلال الفتره ديال الوجع يعني ديك اليومين الاولى واش ماشي مشكل؟ كمادات ماشي مشكل، ولكن اننا نشربوا شي حاجه اللي كتسخن كيوضع المخرج ديال ما طيب. بالحر دابا داك الحر، داك الحر لا ماشي مشكل، ماشي مشكل، يعني غير الا كنا كنسخنوا من الفوق يعني ديال البطن ديالنا ماشي مشكل باي طريقه كيف ما كانت، ولكن اننا نشربوا شي حاجه كتسرع الدوره الدمويه فصعيب شويه على الصحه ديالنا. ما حنا كنتكلموا على هذه النقطه وفي هذا الجانب، كاين يعني هاد لي تيزان اللي كياخذوهم مع الادويه مع لي باراسيتامول، واش هادشي ما كيشكلش خطر؟ فاصلا واحد المساله، كاين بعض الاخوات اللي عندهم شرب المسكنات، شرب المسكنات سواء المركبات ديال الاندوميتاسين، الباراسيتامول، ليبوبروفين، مركبات ديال يعني كيسموا المسكنات الغير ستيرويديه. فهادو كلهم بعدا البنيتات ولا المراهقات ولا لي فيتور مامون اللي باغيين يعني يديروا وليدات، فراه الا كثرتوا من هاد الشيء كيمكن يؤدي للعقم. هادي خصنا نطردوا ليها البال، لان انا كنعرف الكثير من الاخوات اللي كدير ثلاثه ديال الانواع ديال المسكنات في دقه واحده، يعني كدير سيبو وكتشرب الكينه وتقدر تمشي تضرب الشوكه في السبيطار. تماما، يعني ثلاثه ديال الحوايج. هذه نقطه مهمه، فهمتي؟ فهنا هذه مضره خطيره جدا. انا كنتفهم الوضع، ولكن اللي عنده هذا الحريق المفرط راه ضروري كيكون كيتبع مع واحد الطبيب ولا طبيبه ديالو، فيبقى يلتزم بشنو كيعطيه الطبيب، وما نمشيش ندير هذه الامور هذه عشوائيه، لانها غتاثر لي على الهرمونات وغتاثر لي على الصحه ديالي، وما غنعالجش المشكل، لان في بعض الحالات هذا المشكل كيكون عنده علاجات اخرى اللي كتستعمل. تماما. غادي نواصلوا معك دكتور عماد ميزابو دائما مع المستمعات الكريمات على اصوات 0522 77 24 24. خليكم معنا مستمعينا دائما على برنامجكم، برنامجكم لكل اسره ورفقه الدكتور عماد ميزابو دكتور صيدله مختص بالتداوي بالاعشاب. ارقامنا مفتوحه لكم 0522 77 24 24، 0522 77 24 24. اي سؤال دكتور عماد مرحبا بكم دائما معنا على اصوات ايضا عبر صفحه الفيسبوك البرنامج اللي هي لكل اسره. دكتور عماد رزان كتسولك. نعم. كتعمل واحد الوصفه للعنايه بالوجه ديالها، هي الرز مدقوق مع الماء ورد، كتخلطهم وكتعمل لهم الوجه ديالها واحد 30 دقيقه، واش هذه الوصفه مزيانه؟ فهضرنا على المساله هذه وهضرنا على الرز. الرز الى استعملناه هكاك مدقوق فهو من المواد اللي كتنشف، اللي كتحيد لينا الرطوبه من البشره ديالنا. نقدروا نمشيو ابعد من هذا، فكاينه واحد الوصفه في الانترنت كيقول لك مثلا الا طاح لك التليفون ديالك في الماء كديرو في الرز باش كيحيد داك الماء اللي كيكون فيه، يعني كيمص الرطوبه. فتصور انه كينشف الماء اللي كيكون دخل لواحد لاباغي اللي كتكون الكترونيك، فما بالك هذا الرز هذا اللي حطينا على البشره ديالنا، داك الماء النافع اللي كيكون عندنا في الخلايا ديالنا كيفاش غادي يكون؟ نعم. فهاد الوصفه هذه كيخصنا نتجنبوها نهائيا. وكنمشي لذاك الماورد اللي كنديروا بين قوسين. هذاك المورد اللي خصو يكون واحد المورد طبيعي 100%، ماشي مورد اللي كيكون مصنع، ماشي مورد اللي كيكون واحد النوع ديال واحد الكينات اللي كيجيو مستوردين عن طريق التهريب وكيتخلطوا مع الماء وكيداروا كيتخلطوا. فانا كنصح المورد اللي كنستعملوه هو ذاك المورد المقطر اللي كيتقطر عن الطريقه التقليديه ديالنا المغربيه. ما كاينش اللي كنوجدوه زعما في التعاونيات راه كاين. نعم. كيقطروه مقطر يعني، وكان يعني داك ليدغولا كنستعملوه بطريقه امنه، ومن الاحسن الامور المصنعه نجنبوه. علاش؟ لان هذاك
الا خلطناه عاوتاني مع الروز كتصدق كيعطينا واحد الحساسيه اللي كتكون مفرطه. بغينا نستافدوا من الروز ونستافدوا من المزايا ديال داك لاميدو او داك النشا اللي عندنا في الروز، كيمكننا ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الروز ونسلقوها في كاس كبير ديال الماء حتى تسلق مزيان، ونصفيو داك الماء. داك الماء غنهزو غندهنو به البشره ديالنا، نخليوه 10 ديال الدقائق ونغسلوه، وغنستافدوا احسن من اننا نديروا الرز مباشره. نعم، فهذه مساله غتكون مزيانه. والماورد الا كان عندنا غير الماورد الطبيعي كما قلت هذا مقطر، كنديروه كسيرو مرشو على وجهنا في الليل ونخليه ينشف ونباتوا به، فغادي نستافدوا هكا منه بطريقه سليمه وامنه وطبيعي. شكرا لك دكتور عماد. غادي ناخذ اسئله المستمعات فتيحه، ولكن قبل حليمه. السلام عليكم لحليمه. عليك السلام، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك. كيداير كيدير دكتور؟ الله يبارك فيك حليمه، مرحبا. اسمع صوتكم. مرحبا، بارك الله فيك. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ عندي شي حريق من بين الكتافين اللي كندوز، كيقول لي العصب والبروده في العصب في المصران والمعده والبروده ديال الكتاف. اييه اها. وانا كنستعمل داك الدواء كيطفى داك الحريق شويه، واللي كيكمل لي الدواء كيرجع لي داك الحريق، ما نقدرش نبان لي الشعب ولا الشعب العاف. هكاك ما كتقدريش تجمعي دابا اليدين ديالك ولا شنو؟ كيكون عندك الحريق بين الكتاف ديالك اللور؟ كيكون الحريق بزاف، ما نقدر حتى نلبس حتى الحوايج الملبدين. اييه واخا. شوف غديري واحد الوصفه غنعطيها لك ونعطيها لجميع الاخوات والاخوه اللي كيسمعوا لينا هذا المشكل هذا ديال البروده. غتاخدي فيها واحد الكافوره بلديه. واخا. حتى الاخوه اللي عندهم هذا المشكل ديال الحريق ديال المفاصل العضلات، فهذه كتعاون كمساعده للتهدئه ديال هذا الحريق. اذا غناخذوا كافوره بلديه. ايه. وناخذوا معلقه صغيره ديال الزعتر. ايه. معلقه صغيره ديال الزعتره. ايه. وغنديروهم في كاس صغير ديال زيت الزيتون. ايه. نغلوه ولا لا؟ لا، هاد الشيء غديريه في حمام مريم، يعني حمام مريم مده ديال نص ساعه وتخليه ليله. ايه. خلطي هاد الشيء كامل وصفيه، وديك الزيت غتولي تاخذي شويه منه ودهنيها في البلايصه اللي عندك فيها الحريق، واحد المساج خفيف. دي السخونية بحال. لا شوف، الدهني غير خفيف، واحد الماساج خفيف وتخليها، فهي غادي تعاونك ان شاء الله. يلا بارك الله فيك. شكرا. تشققة في القدام عندي. تشقق الاقدام، واخا ندير واحد الكريمه لتشقق الاقدام. اذا غناخذوا معلقه صغيره ديال زيت الخزامه. ايه. معلقه صغيره ديال زيت الورد. ايه. وباش نصايبوا كريمه طبيعيه غناخذوا 4 المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. واخا الله. خلطيهم في حمام مريم تيتخلطوا مزيان. ومنين يذوب هذاك الكاريتي ويتخلط هذاك الشيء كامل نخليوه يبرد، غادي يعطينا كريمه. هذيك الكريمه نوليو ندهنوا بها الاقدام والارجل ديالنا في الصباح وفي الليل، وما نقطعوهاش، وان شاء الله ما غاديش يبقى داك الشقوق. واحد الوليد نقي عنده عامين وربع شهور ما عندوش الشهيه للماكله، ما كيبيش ياكل. وما شنو ما كياكلش؟ يعني ما كياكل حتى شي حاجه ولا كياكل شويه ولا شنو؟ ياكل غير شويه، ما يديش ياكل الخضره، ما يديش ياكل المرقيات، لا شويه خبيز، لا كان شي شويه عافيه، ما يدي ياكل ذاك الشيء. والطبيب ديالو الام ديالو داتو للطبيب ديال الاطفال شافو؟ نوبه كيمرض ليها كتدي للطبيب. كان ودابا شوف، دابا دير للطبيب شوف بعد الطبيب شنو غادي يقول. الا الطبيب قال لك بان راه صحته مزيانه والكيلوات ديالو مزيانين، فما تقربوليش، ما تهضروا معاه، ما والو، هو غادي كياكل على القد اللي كيستطع، ما خصناش نبزعوا عليه الماكله. منين غيكبر ان شاء الله غيولي ياكل على حساب القياس ديالو. كان عنده شي مشكل مثلا فقر الدم ولا شي مشكل اللي ما كيخليش ان ديك الشهيه عنده، فهو الطبيب كيعطي بعض الانواع ديال الادويه خفيفه ديال الاطفال، والامور غتكون مزيان. يعني في كلتا الحالتين خصو يمشي يشوف الطبيب، لان هذا وليد ديال عامين ونص ضروري كتكون خصو المرافقه الطبيه، والامور غتكون بخير. شكرا لك حليمه مدينه. نعم لا الزيت كندهن به شحال نتبعو؟ غتبقاي متبعه حتى تحسي براسك انك وليتي بخير. شكرا حليمه، تبارك الله عليك، تحياتنا ليك. غادي نمشيو عند فتيحه. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك على اصوات فتيحه. الله يبارك فيك. تفضل، شنو سؤالك دكتور عماد؟ عافاك، درت شي وصفه على حساب وجهي كيخرجوا لي الحبوب ياك. اها. وكيبقوا لي ليطراس، مع انا كنطرطقهم كنحيد الحبوب كيبقوا لي ليطراس. بيدك كتطرطقي الحبوب بيدك. ودابا انت شوف، دابا انت عطيتي السؤال وكتجاوبي راسك. دابا انت عطيتي السؤال وكتجاوبي راسك، يعني انت دابا عارفه المشكل شنو هو. عارفه. شوف لا مزيان هذا السؤال، هذا مزيان، حيت دائما حنا كنقولوا لا راه ما خصناش نقيسوا الحبوب بيدينا ولا نبركوا عليه،
وما كنفهموش علاش. دابا خصك تفهم بان في الاخر ديال الحبوبه راه كاين واحد راه ماشي مسدود، راه داير بحال الدوش يعني مثقب. يعني ملي كنمشيو لواحد البلاصه اللي كتكون موثوقه وكيمشيو باش كيديروا كيحيدوا داك الحبوب، فعندهم واحد الطرق ديالهم خاصه باش هذاك المسام كتخوى، ولكن بدون ما داك القيح كيدخل لينا في الدم ديالنا. ولكن راه ملي كنبركوا بيدينا راه النص كيطلع لفوق والنص كيمشي في دوك المسام كيعاود يتسارى في الدم. اذا ملي كيضرب هذيك الدوره الدمويه وكيدور هاد القيح هذا وهاد التقيح اللي كيكون عندنا كيولي كيعطينا حبوب اخر. داكشي باش الا قصنا بيدينا وبسطناه النص كيطلع الفوق، وهذاك ملي كيتكاثر كيولي فقط ما عندنا جوج حبات ثلاثه كيوليو عندنا 10 وهي غدا وكتكاثر. فهذه اول حاجه ما نقيسوش بيدينا، واخا وصفه المشكل ديال الحبوب واثر الحبوب الاثر ديالو. نعم، فغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الطين الاخضر، غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال دقيق الذره، يعني كناخذوا الذره كنطحنوها وكناخذوا معلقه صغيره ديالها، وجوج معالق كبار ديال خل التفاح الطبيعي. نخلطوا هاد المكونات نديرهم كماسك على البشره ديالنا في البلاصه اللي عندنا فيها هاد المشكله هذا ديال الحبوب، كنخليوها تولد ساعه ومن بعد كنغسلوا هاد الخليط هذا، كنديروا جوج المرات في الاسبوع وكنبقاو مداومين عليه حتى كيطفى داك الحبوب وكتصفى ديك البلاصه. شكرا لك فتيحه من مدينه الصويره، تحياتي لكل المستمعين والمستمعات الكريمات. سؤال ديال عائشه اللي كتقول الزوجات مشات عند الطبيب كيقول لها ما عندك حتى شي مشكل، خرج ليها بغات تحمل، بغات شي وصفه للمساعده، واش غنقدروا هنا نلتجؤوا لوصفه المساعده دكتور عماد للمساعده على الحمل؟ مساعدة للحمل، فالحمل ملي كنهضروا حنا على الحمل هي راه جوج ديال الاطراف اللي كيشاركوا فيه. كاين بزاف ديال العوامل اللي كتدخل، يعني الهرمونات بزاف ديال الامور، فهنا خص ضروري من المرافقه الطبيه. يعني واخا تعطي الوصفات او اي وصفات، راه الا ما كانتش المرافقه الطبيه وكان الحاله الصحيه ديال الزوجين 100% متكامله، فهنا وكتبقى الاراده ديال الله سبحانه وتعالى اللي هي كل شيء. تماما، وهنايا ما خصهاش غير بوحده تمشي ربما للطبيب، راه خصها الزوج تمشي. الزوج ديالها هي الزوج ديالها. وهي كتقول تزوجات هذه 9 شهور، واش 9 شهور كافيه بعد الزواج انها تقدر نعم يعني الانسان يقول ان كاين صعوبات؟ يعني الخبراء الناس المختصين في المجال كيقول لك ابتداء من عامين، يعني حتى كتفوت عامين عاد كنوليو كنهضروا في هذه المساله هذه ديال واش كاين الانجاب ولا ما كاينش. غادي نمشيو للدار البيضاء مع سميره. السلام عليكم. وعليكم السلام أخت عزاز. مرحبا بك على أصوات سميرة. مرحبا، بارك الله فيك. كيدير الدكتور عماد لاباس عليه؟ الحمد لله أختي، ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. بارك الله فيك أستاذ عماد، بارك الله فيك. مرحبا أختي سميرة، تفضلي. واخا شكرا. عندي واحد السؤال خويا عماد. عندي رجليا كينتفخوا ليا القدمين. مشيت عند الطبيبة قالت لي أن عندي واحد المشكل ديال العقد اللمفاوية كيحبس ليا الماء. ايه عطاتني ندير واحد الترويض والليب وهذا وهذا، ولكن كيبقى عندي نفس المشكل كنعاني منه. دونك كنلقى مشكل في السباطه، في المشي، في المنظر حتى هو. نعم نعم نعم، فهمت اختي، فهمت انك كتبقى ديك لا ريتونسيون دو في ديك البلاصه. فهنا شوف، هنا غادي ندير واحد الحمام ديال الارجل تبقاي ديريه بالليل، وغادي نعطيك واحد الزيت اللي غاديريها كمساج. واخا خويا عماد، بارك الله فيك. فحمام الارجل هذه اللي كاع الاخوات اللي كيكون عندهم الانتفاخ ديال الاقدام، غادي ناخذ فيه معلقه كبيره ديال الفرشي مطحون. فرشي؟ غادي تلقاي في المشابه، ما تستغربيش، في الفرشي هو اللحاء ديال الشجره ديال البلوط. المشابات، في المشابات كيدير العطار، عند العطار. العطار كاين. فشنو هو الفرشي؟ هو ذاك اللحاء، يعني ذاك الغطاء اللي كيغطي لينا الشجره ديال البلوط. وعنده واحد المزايا مهمه، شنو هو؟ انه كيوازن لنا ذاك التفاعلات ديال الماء، ديال مرور الماء بين الخلايا. فهذا عنده واحد الفائده كبيره، وغادي تردوا عليا الاخبار على هذه الوصفه هذه وهي مجربه. اذا معلقه كبيره ديال الفرشي مطحون كنلقاو في المشابات، معلقه كبيره ديال مرد الدوش، وثلاثه الوراق ديال سيدنا موسى. اذا ثلاثه الوراق سيدنا موسى، معلقه كبيره ديال مرد الدوش، ومعلقه كبيره ديال الفرشي مطحون. كنغليو هذا الخليط، هذه المكونات في نص سيترو ديال الماء، كيغلى مزيان وكيعقد. كنصفيوه، كنوليو كناخذوا كاس صغير من هذا الخليط وكنديروه في واحد يعني واحد الباني، واحد الباسينه صغيره فين يمكن نحطوا الارجل ديالنا، فيها الماء الساخن. كل ما كان سخون الدرجه اللي غنستحملوه كل ما كان مزيان، وكنخويو فيه داك الكاس ديال المحلول اللي صايبنا.
كنخلطوا وكنحطوا فيه الارجل ديالنا. العمليه كنديروها ليليه وليله لا، يعني مره ايه مره لا، وكنبقاو مداومين عليها. فهادو كلها مواد كتعاون في التخلص من هذاك الماء الزائد اللي كيكون عندنا في الاقدام ديالنا بعد الانتفاخ. وهذه كاع اي اخت ولا اخ عنده هذا المشكل هذا يمكن له يستعمل هذه الوصفه، فهي غادي تعاونوا. الوصفه للمساعده للدهن، فهنا غادي ناخذوا زيت البابونج معلقه كبيره، ومعلقه كبيره من زيت البرتقال، معلقه كبيره من زيت البابونج، معلقه كبيره من زيت البرتقال. وكنديروا واحد المساج من الفوق لتحت الارجل ديالنا اللي كتكون منتفخه بواحد الطريقه بسيطه وخفيفه، وكنداوموا عليه يوميا. وان شاء الله هاد جوج وصفات غتعاونكم باذن الله. شكرا لك سميره مدينه الدار البيضاء، تحياتي لك. ودكتور عماد، ليلى من فاس كتقول عندها مشكل ديال الغده الدرقيه، وهذا المشكل خلاها تنقص من الوزن بزاف، نقصات من الوزن خصوصا من الاعضاء السفليه يعني رجليها ولا. فهنا كيخاص تشوف بعد الدواء، خاصها تاخذ الدواء ديالها في الوقت ديالها وتشوف تنظم الدواء، لان حتى الا ما كناش كننظموا الدواء في الغده الدرقيه كيمكن يعطينا هاد فقدان الوزن بهذه الصفه هذه وبهذا الشكل. المساعده، فغادي تاخذ نص معلقه صغيره ديال الحبق مطحون، ومعلقه صغيره ديال الزعتر، وديرهم في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق، وتولي تشربوه في الصباح على الريق. نص معلقه من الحبق مطحون ومعلقه صغيره ديال الزعتر. نعم. فغادي تعاونها ان شاء الله فتح الشهيه، وغادي تعاونها باش ان الشهيه ديالها تقوى شويه وتاكل. نعم. غادي نواصلوا معك دكتور عماد دائما على اصوات كون مستمعينا على اتي راديو اصوات دائما في هذا الحصه المباشره برنامجكم اللي كل اسره. تحياتي لكم مستمعاتنا، وكيف كل يوم خميس دكتور عماد ميزاب معكم في الموعد. اسئلتكم مرحبا بها اكيد، وكل نصيحه اللي فيها الامان غادي تلقاوها معنا على اصوات مع الدكتور عماد ميزاب. غادي نمشيو نواصلوا في استقبال اسئله ومكالمات المستمعات ديالنا. امينه من الدار البيضاء، السلام عليكم. عليكم السلام لالا صبا. اهلا بك على اصوات. اهلا بك، بارك الله فيك سي جونتي، وشكرا على هذا البرنامج المعلومات. الله يبارك فيك، مرحبا. الله يجازيكم بخير. الله يجازيك بخير. بغيت نسول الدكتور عماد. مرحبا. الله يبارك فيك، الله يجازيك بخير، والله يجعل لك هذه الحسنات ميزان حسنات ان شاء الله. امين، حنا وياك ان شاء الله اختي. بارك الله فيك. الله، عندي مشكل ديال بنت اختي. عندها 24 عام، عندها مشكل في اليدين ديالها. مالهم؟ باغ اكزومبل غير شدات التليفون 3 مينوت كيوليو يديها كيدوزو بالماء. هي كتعرف. الا شدات الكحيل ديك. كتعرق يعني بزاف. كل بزاف. واخا قولي لي البنيته واش درتوا لها شي تحاليل؟ لا عمرنا ما درنا لها تحاليل. حيت شوف كاين الغده الدرقيه كتقدر تعطي هذا المشكل. الغده الدرقيه؟ الغده الدرقيه، وكاين مشكل اخر ديال التوتر. يعني جوج ديال التوتر هي معصبه، كانت عاشت شي ظروف هي كانت ماتت اختي الله يرحمها. وكانت عاشت مع الزوجه ديال باها. نعم. يعني كانت عندها واحد الطفوله اللي فيها. لان حتى الاسره ديال التعليم، تحيه الاسره التعليم، كتعرف هذه المساله هذه، ان كاين بعض الطلبه ولا الطالبات ولا التلاميذ ملي كيكون كيدوز شي امتحان كيكون عنده واحد التعرق مفرط، علاش؟ جراء هذا المشكل هذا ديال التوتر العصبي. فشوفوا بعد الغده الدرقيه اللي هي الاساس، لان هي اللي الا كان مشكل صحي اللي كيمكن ياثر على الصحه ديال بنيتها. اما الا كان مشكل ديال التوتر فكاينين امور اللي كتخاد يعني عن طريق المرافقه الطبيه، وما كيبقاش هذا المشكل ديال الافراز المفرط ديال التعرق، لان هذه كيخصها كما كنقولوا حنا واحد العلاج مضبوط، واحد العلاج اللي كيمشي مباشره اللي كيتخاد بواحد المقاييس بواحد المعايير، وهذا العلاج كيتعطى لكل نوع ديال يعني على حسب السن على حسب بزاف ديال الامور. فالطبيب هنا هو اللي غادي يعاونكم ان شاء الله. فاول حاجه وباش نجمعوا يعني تمشيو عند طبيب مختص اللي يمكن يشوف هذه الحالات، هو الطبيب المختص في الغدد، وان شاء الله غادي يعاونكم باذن الله. اندوكرينولوج. اوكي كسيدي، شكرا والله يجزيكم بخير ونهاركم مبروك. بارك الله فيك. مرحبا. امينه تحياتي لكم، مرحبا بك معنا على اصوات. معنا عبد المالك من دار البيضاء، في اقل من دقيقه خصك تعطينا السؤال، تفضل سي عبد المالك. شكرا يا بنيتي، بارك الله فيك. شنو سؤالك دكتور عماد؟ لاباس عليه؟ بخير اخويا، الله يبارك فيك. ملي كنسمع صوتك انا بات. مرحبا اخويا العزيز، تفضل دكتور عماد. شوف نعم سيدي. نعم اخويا العزيز. الصوت ديالك انا كيداوينا الصوت، ها كنسمع الصوت تاعك كاين وكاين وكاين وكاين، كنبرا من هذيك الحاجه سبحان الله العظيم. الله يحفظك، الله يحفظك اخويا. مرحبا. بارك الله فيك. مرحبا، الله يبارك فيك اخويا العزيز. عافاك دكتور عماد، قلت شي وصفه عطاك التجاعيد عندي في الوجه. اييه مرحبا مرحبا مرحبا. اذا وصفه للتجاعيد، غادي ناخذ فيها معلقه صغيره ديال الغسول مدقوق ومغربل، يعني اللي كنديروا للشعر. اذا معلقه صغيره ديال الغسول مدقوق ومغربل، بيض ديال البيضه،
ومعلقه كبيره ديال الحليب. نخلطوا هاد المكونات كاملين وكنديروهم كماسك على البشره ديالنا والرقبه ديالنا، كنخليوهم مده ديال ثلث ساعه ومن بعد كنغسلوه. هاد العمليه كنديروها جوج مرات في الاسبوع وكنبقاو مداوم بين عليها، وان شاء الله التجاعيد كيوليو يعني كيخففوا وكيحيدوا مع الوقت. دكتور عماد، وصلنا لنهايه حصه اليوم، اخر نصيحه لمستمعاتنا الكريمات. فاخر نصيحه اننا خصهم يستعملوا الواقي ديال الشمس، راه حنا باقيين في الفتره ديال الشمس، والحفاظ على البشره، وما تنساوش البشره خصها النظافه وخصها اننا نديروا لها واحد الترطيب باش نبقاو محافظين دائما على البشره ديالنا. التواصل معك دكتور عماد. فالرقم المهني 06 61 28 99 78، صفحه فيسبوك ديالي جرين فار، ولا القناه ديالي على اليوتيوب دكتور عماد ميزان. تبارك الله عليك دكتور عماد، بالتوفيق ان شاء الله. الشكر جزيل.